أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن آخر مستجدات الوضع الإنساني والميداني في محافظة حجة ومناطقها الواقعة تحت نيران ميليشيا الحوثي. حذرت منظمات حقوقية من ارتفاع عدد ضحايا الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على بعض القبائل المناوئة لها في مديرية كشر بمحافظة حجة. وكشفت التقارير الحقوقية عن سقوط أكثر من 52 من أهل المنطقة برصاص الميليشيا، بينهم طفلان وثلاث نساء على الأقل. وأشار التقرير إلى احتلال الميليشيات ل765 منزلا وتفجير وقصف 1770 منزلا دمرت بعضها بشكل كامل، وتفجير مسجد واحد ومدرسة في مديرية كشر. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ أبناء المناطق الواقعة تحت قصف الحوثيين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة؟ وأين دور الحكومة والتحالف في حماية المدنيين من بطش واعتداء ميليشيا الحوثي؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. حجة محافظة لا تهدأ فيها الاشتباكات ولا تتوقف فيها موجات النزوح، حيث يستهدف أبناؤها وتدمر منازلهم وتنعدم فيها كل أشكال الحياة. هذا هو وضع المحافظة، وهذا هو حال المناطق التي تشن عليها ميليشيا الحوثي هجمات عديدة، ويسقط على إثرها كل يوم العديد من الأبرياء. لم تكتف الميليشيا بقصف مناطق حجة بالقذائف المتوسطة، بل أطلقت صواريخ بالستية على منطقة العبيسة شرق كشر، بالإضافة إلى التمركز في المرتفعات المطلة على المنطقة والمعروفة بجبل الحديتين والمنصورة. منظمات حقوقية قالت إن هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق القبائل المناوئة لها في مديرية كشر بمحافظة حجة خلفت 52 قتيلاً، بينهم طفلان وثلاث نساء، فيما ضاعف الحصار المفروض على منطقة حجور الوضع الإنساني، حيث يمنع الحوثيون دخول الغذاء والدواء والمياه، ناهيك عن عمليات الاعتقال للمنتمين للمنطقة في صنعاء والمحافظات الأخرى. المنظمات الحقوقية أيضاً حذرت من وقوع كارثة إنسانية كبيرة وتحول المنطقة إلى أرض محروقة إذا استمرت هجمات ميليشيا الحوثي، فيما طالبت المنظمات مجلس الأمن وحقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالإغاثة إلى التدخل لوقف انتهاكات الحوثيين وإدانتهم وتسيير قوافل إغاثة عاجلة لإنقاذ سكان المنطقة. إذن وضع إنساني كارثي تعيشه معظم مناطق حجة، وتباطؤ كبير لدور الشرعية والتحالف لدعم هذه المناطق، وهو ما يفاقم الوضع الإنساني ويزيد من وقوع الضحايا المدنيين ويساهم في سقوط المناطق تحت سيطرة الحوثيين. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض حسن هديس الصحفي من هناك. أهلا بك سيد هديس. إذن مواجهات عسكرية، قصف حوثي، انتهاكات ووضع إنساني متدهور في حجة، ما هي آخر المستجدات الميدانية من معلومات لديك؟ نعم أخي، أوجه أولا مساء الخير لك والسادة المشاهدين. المستجدات في مديرية كشر لا زال الميليشيات تقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة منازل والقرى والتجمعات السكانية، وصلت إلى بعض المدارس التي أيضا تم النزوح المواطنين من المناطق الاشتباكات إليها. الميليشيات الآن تقصف كل شيء في مديرية كشر، وتركز هجومها من ذو يومين الماضيين على منطقة العبيسة الجبهة الشرقية لمديرية كشر. الميليشيات تستميت الآن من أجل دخول هذه العزلة التابعة لمديرية كشر. العبيسة شهدت منذ بداية المواجهات مع الميليشيات الحوثية، كانت من منطقة العبيسة من الحديتين والقيم الذي مواقع الميليشيات او الاسر الهاشميه التي تتبع العبيسه ومديرية كشر، منها من تلك هي نقطه البدايه التي بدات فيها الاشتباكات. والان عادت الاشتباكات الى نفس النقطه الاولى، الميليشيات لا تفرق بين طفل وصغير وكبير او طفل وامراه او مقاتل او مدني. هناك قتلى وجرحى من المدنيين بالعشرات، في ظل أيضا قطع كل خطوط الاتصالات الداخلية وشبكات الإنترنت. الميليشيات تعد لانتهاكات ولجرائم ضد الإنسانية
إبادة جماعية في هذه المديرية باستخدامها مختلف أنواع الأسلحة، وصلت إلى استخدام الصواريخ طويلة المدى البالستية. أخي الكريم، أبناء حجور وأبناء كشر في العبيسة وفي الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية والشرقية صامدون صمود الجبال، لا يمكن أن يتنازلوا أو يتزحزحوا عن مواقعهم. هنا لا زالوا ثابتون في درب صوفان في النمشة وبلاد النماشية، في جبل درب المرو في بني العجري، أيضا في جبال بني ريبان، جبل قلحاح الاستراتيجي. هذه الجبال كلها تسيطر عليها قبائل حجور ولا زالت تتمركز فيها وثابتة ثبوت هذه الجبال. ما سمعنا وتروج له الميليشيات بسقوط العبيسة وسقوط مدينة كشر، هذه انتصارات وهمية تحققها الميليشيات في وسائل التواصل الاجتماعي تضحك على متابعيها وعلى مقاتليها. قتل الميليشيات بالعشرات أو نكاد أن نقول بالمئات، لأنها عدة زحوفات قامت بها الميليشيات خلال اليومين الماضيين على مدار الساعة. الميليشيات تراهن على عامل الزمن وعلى عامل إضعاف وإنهاك مقاتلي القبائل، لكنهم خسروا وباءوا بالفشل، لأن أبناء حجور يدركون معنى أن تقاتل عن أرضك وعن عرضك وعن منزلك وعن بيتك. يعرفون إذا وصلت الميليشيات لمنازلهم وإلى أهلهم ماذا ستفعل وماذا سيحل بهم. لا يمكن أن تصل الميليشيات لقرى ومناطق العبيسة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد الهديس. أرحب بمن ينضم إلينا من فيينا عبر الهاتف، مدير منظمة سامي للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. إذن يوم عن يوم تزيد المعاناة الإنسانية نظرا لتزايد المواجهات العسكرية في حج عموما، في كشر بالتحديد. كيف تنظرون كحقوقيين كنشطاء حقوق إنسان إلى الوضع الإنساني هناك؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة ولضيفك الكريم. حقيقة ما يحدث في محافظة أو في منطقة حجور وكشر بالذات وقبلها في منطقة الحشر في الضالع عامر يندى له الجبين من ناحية صمت المجتمع الدولي إلى حد الآن، خاصة الدول الراعية لإتفاقية ستوكهولم والتي تحاول جاهدة أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام في طريق تنفيذها لهذه الاتفاقيات. ثم إلى حد الآن بعد مرور ما يقارب الأسبوعين والثلاثة الأسابيع في ظل قصف عشوائي يستهدف المدنيين الآمنين في هذه المناطق والذين لا يمتلكون إلا سلاح الدفاع الشخصي، إلى قصف هذه القرى بالصواريخ البالستية، ولم نسمع إلى حد الآن حتى بيان أو حتى تصريح ولو مقتضب من المبعوث الأممي جريفيث إلى اليمن. أنا أعتقد بأن المواجهة الفعلية لهذه الحرب بدأت منذ ما يقارب من بداية يناير، عندما تم استهداف قرية الشليلة، ثم تبعها هذا القصف النازحين الذين نزحوا من قراهم إلى منطقة الحدود مع المملكة العربية السعودية، وسقط منهم جرحى خاصة من النساء والأطفال. بحسب متابعتنا الميدانية، النازحين الذين يفرون إلى هذه المناطق لا توجد لهم معسكرات إيواء حقيقية تستوعب حاجاتهم وتوفر لهم الأمان والاستقرار. بعضهم فر من داخل هذه المعسكرات إلى تحت الشجر، ومع ذلك طالهم القصف. الوضع الميداني شديد التعقيد، يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل المنظمات الإغاثية الفاعلة، خاصة الصليب الأحمر، أكسفام، إلى غير ذلك من هذه المنظمات. الحرب تدار في منطقة أشبه ما تكون بمنطقة مغلقة، وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا مقطوعة لانقطاع وخدمة الانترنت وخدمة الاتصال بشكل عام. أنا أعتقد بأن هنالك عملية تطهير ممنهجة إلى حد الآن لم تصل إليها وسائل الإعلام. اليوم ما يتم أو ما يصل إلينا من معلومات هي شحيحة جدا، مبتورة، غير موثقة بصورة كبيرة وبصورة صحيحة، تفتقد لكثير من المعطيات والمعلومات. لكن المؤكد أن هنالك جرحى لا يجدون طريق
للخروج أو أدوية للعلاجات فيموتون بسبب جراحة، وما المؤكد أن هنالك نازحين يرغبون بالخروج من مناطق المواجهات ولا يجدون طريقا آمنا. الأكيد أن هنالك أناس فقدوا بيوتهم، هنالك الكثير من البيوت تم تفجيرها وإصابتها بما فيها المدارس والمستشفيات، هنالك شلل في الحركة التجارية بسبب استهداف الأسواق والمزارع إلى غير ذلك. هذه جملة صغيرة وتستطيع عنوان قاسي ومظلم مما يحدث في حجور. إلى حد الآن لا يوجد حتى تفاعل حقيقي على مستوى الإعلام، لأنه كما قلنا لك بأن هذه المنطقة أغلقت اليوم. الحكومة اليمنية يجب أن تتحرك بقوة، يجب أن يكون لها موقف واضح، تطالب المجتمع الدولي أن يقول كلمته فيما يحدث في حجور، أن يقول ولو كلمة إدانة. أما أن تباد حجور وأن يباد قبلها الحشا، ثم يذهب المبعوث الأممي جريفيث إلى مجلس الأمن ليقول بأن عبد الملك الحوثي ملتزم شخصيا بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، أنا أعتقد أن هذا خلل في دور الوساطة الأممية وخلل في صمت الحكومة الشرعية حتى الآن. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ توفيق. أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من مأرب الكاتب عامر السعيدي. سيد السعيدي، قبل قليل كان معنا أو لا زال معنا هو الصحفي حسن هديس، تحدث على أن ما يروج في وسائل الإعلام من سقوط العبيسة وسقوط كشر هي انتصارات وهمية تروجها ميليشيات الحوثي في وسائل التواصل الاجتماعي. أنت من تلك المناطق بكل تأكيد لديك معلومات من هناك، كيف هو المشهد في مديرية كشر ومناطق قبائل حجور؟ سيد السعيدي فقدنا التواصل معه، سنحاول إعادة التواصل مع سيد عامر السعيدي. أعود إليك سيد الهديس، إذا نتحدث عن مناطق مشتعلة بالمواجهات، هناك مناطق جبلية، هناك مناطق أيضا أخرى، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق المشتعلة بالمواجهات الآن؟ نعم أخي، هذا السؤال من ناحية عسكرية، من ناحية ما هي يعني لماذا يقاتل الحوثيون في المناطق المشتعلة بالمواجهات الآن؟ ما هي أهمية هذه المناطق من الناحية الاستراتيجية؟ أخي الكريم، الميليشيات تدرك أن قبائل حجور هي القبائل الوحيدة التي لم تسيطر أو لم تدخل المنطقة التي لم تدخلها الميليشيات منذ بدء الانقلاب في 2014 إلى اليوم. الميليشيات تدرك أن هذه القبائل تدعم الشرعية وتقف إلى صف الجبهة الشرعية وتنبذ الانقلاب وتنبذ الميليشيات، ولها أيضا قضايا ثأر معها منذ عام 2011 و2012 في حروبها السابقة، محاولتها السيطرة على حجور ولم تستطع آنذاك. هذه الميليشيات تدرك أهمية هذه المديرية، كونها أيضا تطل جبالها المرتفعة، تطل على عدد من المديريات الساحلية التي تدور فيها مواجهات مع الجيش الوطني، وأيضا تخوفا من بعد تحقيق الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة وفي محور حرض وتحرير حرض وميدي ومديرية حيران، ووقوف الجيش الآن على أطراف مديرية مستبى التي تفصل مديرية كشر عن مديرية عن 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 الجيش الوطني. الميليشيات تدرك على أن هذه المديرية إذا تقدم الجيش الوطني عبر وحرر مديرية مستوى وصولا إلى أبو دوار وإلى عاهم غرب مديرية كشر، فإن المعارك سوف تنتقل مباشرة من محافظة حجة إلى محافظة عمران، لكون مديرية كشر تربط أيضا محافظة حجة بمحافظة عمران من الجهة الشرقية. كون هذه المديرية تعتبر محررة وتمتلك مخزون من البشري من الرجال المقاتلين الأبطال الأشاوس، هي تدرك معنى هذه الأهمية لهذه المديرية، فبدأت بمحاصرتها منذ أشهر وثم شنت هجماتها عليها خوفا من انتفاضة هذه القبائل ومن التحامها بالجيش الوطني القادم من الغرب من المنطقة العسكرية الخامسة. هذا على المستوى الميداني. على المستوى الإنساني دوما أعود إليك سيد الحميدي، كان هناك عمليات إنزال لمساعدات من قبل طيران التحالف بالتزامن أيضا مع غارات على الناحية العسكرية، لكن هل هذا كافي؟ ما هو حجم الاحتياج هناك في تلك المناطق؟ وما هي طبيعة يعني هل من السهولة أساسا الوصول إلى تلك المناطق؟ هل يمكن الوصول إلى تلك المناطق باستثناء هذه الطريقة التي يحاول التحالف فيها إيصال المساعدات للمدنيين فيها؟
يجب أن يتم هنالك فصل واضح بين العمل العسكري والعمل الإغاثي الإنساني. العمل الإغاثي الإنساني يجب أن يكون هنالك تحرك فاعل وقوي عبر الدبلوماسية اليمنية، يجب أن يكون هنالك ضغط، المجتمع الدولي قادر أن يضغط. أما أن نحاول أن نجعل المقاتلين والمدنيين في سلة واحدة من حيث الإغاثات التي تصل من الجو، هذا أمر غير مقبول وغير منطقي. اليوم الجانب الإنساني أكبر مما يمكن أن يوصف، هنالك أطفال، هنالك نساء، هنالك جرحى، هنالك مستشفيات وربما لا توجد مستشفيات معنى الحقيقي، مستوصفات معطلة، هنالك حركة تجارية، هذه تحتاج إلى تدخل قوي من المنظمات، من اليونيسف، من الصليب الأحمر، من أكسفام، غيرها من المنظمات. يجب أن تدخل عبر مندوبيها، يجب أن يقيم هذا الوضع، يجب أن تنشأ مخيمات فاعلة وقريبة جدا للاحتياجات الإنسانية. الأمر العسكري يجب ألا نخلط، لا يخلط التحالف أو غيرهم في كشار وفي حجور بالجانب العسكري. الجانب العسكري قد يكون هناك ظروف طارئة، قد يكون هناك إنزال مظلي يعني يساعد المقاتلين على الدفاع، على الصمود، على استرداد الأنفاس إلى غير ذلك. لكن الجانب الإنساني، الأطفال لا يستطيعون أن يصبرون، النساء لا يستطيعون أن يقاوم الجوع وصراخ أطفالهم لفترة من الزمن، هذا جانب إنساني يجب أن تتحرك عليه لها الدبلوماسية. يجب أن توضع ملفات قوية وواضحة وتجهز بحرفية عالية وترسل إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى تقدم لهذه الدول المبعوث الأممي. يجب أن يكون هناك تحرك، الأمر أكبر مما يجب أن يدخل في إطار المزايدات السياسية. هنالك جانب إنساني بشع اليوم يدار في كشر في حجور، يجب أن ترتقي التحالف العربي، الحكومة الشرعية، العالم الحر إلى مستوى هذه المعاناة. أما إلى حد الآن صمت مريض فهم شركاء في الجريمة، حتى وان صدرت بيانات خجوله فهي لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جد. العودة اليك سيد الهديس، الى اي مدى ترى انت ان الحكومه التحالف قاموا بما يجب القيام عليه فيما يتعلق بالوضع في يعني في مديريه كشر في مناطق حجور بشكل عام؟ نعم اخي الكريم، التحالف قام بدور كبير وأسند قبائل حجور عسكريا ودعمهم لوجستيا أيضا عبر الإنزال المظلي لأكثر من 6 مرات. تكررت عملية الإنزال، تنوعت فيها المواد الغذائية والطبية وأيضا الذخائر وقليل من الأسلحة. هذا الدعم اللوجستي. أما في ناحية الدعم العسكري فتمثلت في عدد من الضربات أو غارات الطيران، والتي كانت مركزة ودقيقة جدا، استهدفت تعزيزات ومواقع وأسلحة ثقيلة للميليشيات منذ بدء اعتدائها على قبائل حجور. الغارات طيران تحالف تكاد تقول أنها ضربت أو أنهكت أكثر من 80% من ترسانة الميليشيات، واستهدفت تعزيزاتهم أيضا القادمة إلى حجور عبر أكثر من عبر المحافظات الأخرى، في عمران، في قبلة عذر، في ذو يحيى، في أكثر من مكان. ماذا عن الدعم الحكومي ودعم الجيش الوطني لهذه الجبهة؟ لازلنا ننتظر الدعم الحكومي ودعم الجيش الوطني لفك الحصار عن قبائل حجور. نسمع جعجعة ولا نرى طحيلا، نسمع عن تحريك كتائب وألوية إسنادا للمنطقة العسكرية الخامسة من أجل فك الحصار، وها نحن الآن نقترب من إكمال 2 شهر، ونحن لازلنا ننتظر ونؤمل في قيادة الشرعية وفي الجيش الوطني. نؤمل أن من المنطقة العسكرية الخامسة وقائدها البطل يحيى اللوائي صلاح أن يعجل بتحريك الألوية باتجاه مديرية مستبى لفك الحصار عن إخواننا في حجور. الميليشيات تراهن على عامل الزمن كما ذكرت سابقا، لا زالت تراهن على إرهاق أبناء حجور قبل أن تفك عنهم الحصار من أي جهة أخرى، سواء من الغرب عبر المنطقة العسكرية الخامسة أو من الشمال عبر محور حرض ومديرية بكيل، محور الملاحيض ومديرية بكيل. لازلنا ننتظر أي تحرك لهم، وإلى الآن لم تبدأ أي عملية عسكرية إسنادا لقبائل حجور على أرض الواقع ولفك الحصار أيضا عنهم. أشكرك سيد حسن الهديس الصحفي، كنت معنا على الهاتف من الرياض. يجب الإشارة أن حاولنا تواصل مع الكاتب عامر السعيدي مرة أخرى من مأرب، لكن ليس هناك من رد
نعذر على كل الأحوال. بالعودة إليك سيد الحميدي، الآن فيما يتعلق بالوضع هناك، يقول ضيفي من الرياض أن التحالف يحاول ما عليه، لكن الحكومة لم تقم بما يكفي. الوضع سياسيا ليس، يعني كما يبدو ليس هناك تصريحات، وقد أشرت أنت إلى ذلك، ليس هناك من تصريحات على مستوى المبعوث الأممي، على مستوى حتى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة وكذا السفراء، على الرغم من أن هذا الملف بات يتصاعد الآن. أين الخلل برأيك؟ هل لم يوصل الصحفيون والإعلاميون والنشطاء صوتهم بعد إلى هذه الجهات، أم أنها ليست ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للعملية السياسية وعملية الانتقال في اليمن والوضع في اليمن بشكل عام؟ لا، أنا أعتقد أن الإشكالية اليوم هي في إدارة هذه المعركة. يبدو أن العقلية التي أسقطت عمران والتي أسقطت أمانة العاصمة والتي سمحت الميليشيات أن تتمدد إلى عدن هي نفس العقلية اليوم التي تدير معركة حجور. أنا أعتقد أنه نفس خطاب الشرعية، تحرك ألوية كما كان في عمران، سمعنا عن تحركات ألوية، سمعنا عن ضرب طيران لمناصرات القشيبي، وبالنهاية سقط معسكر اللواء 315 وقتل القشيبي وسقطت عمران ووصلت ميليشيات أعلى. أنا أعتقد اليوم أنه بعد سقوط الدولة في العاصمة صنعاء أصبحت عملية السقوط التي نشاهدها هي عملية تحصيل حاصل. إذا كانت الحكومة الشرعية إلى حد اليوم لم تدرك الأهمية الاستراتيجية لحجور وأن هذه المناطق يمكن أن تشكل نقطة انعطاف حقيقية في سير هذه المعارك، فما أدري متى ستدرك هذه الحكومة. نحن اليوم الإشكالية في إدارة المعركة، في استيعاب يعني الظرف الوطني، استيعاب المناطق الجغرافية، أهمية هذه المناطق يعني لا. وبالتالي أنا أعتقد حتى خطاب الأخ حسن الهديس قبل قليل، يجب أن نتحرر قليلا أيضا من خطاب المجاملة، إنه 80% من قدرات الميليشيات تم إعطابها وكانت دقيقة إلى حد الآن. يا إخواني والله لو كان 80% من إمكانية الحوثيين ضربت لكانت اليوم حجور وكشر وصلت إلى عمران. هنالك خلل يجب أن نرفع صوتنا بكل وضوح عن دور التحالف، عن دور الحكومة الشرعية، عن الجيش الوطني، عن كل هذه الخطابات الميتة إلى حد الآن ولم تحرر حجور. اليوم الذي يدافعهم يدافعون الأبطال الذين، وبكل تأكيد أيضا على دور الميليشيا كأكبر المنتهكين هناك، أليس كذلك؟ هذا أمر محسوم. احنا تحدثنا أن الميليشيات اليوم تريد أن يعني تريد أن تسكت كافة الأصوات. الميليشيات تدرك أهمية حجور وبالتالي تريد أن تؤدب هذه المنطقة وتؤدب من رفعوا أصواتهم، لأنها تدرك أن تمرد حجور وتمرد كشر عليها هو تمرد من الداخل، بمعنى أنه سيؤدي إلى ربما إلى انكسار الميليشيات إلى نصفين، وبالتالي ستشكل نقطة انعطاف حقيقية. هي تمارس كما ذكرنا كافة أنواع الانتهاكات، قتل المدنيين، قتل الأطفال، تفجير البيوت، إحراق الأسواق، هذا أمر مفروغ منه. أنا أتحدث اليوم عن إدارة المعركة عسكريا وسياسيا. هنالك فشل. اليوم ميليشيات الحوثي تدير المعركة بحرفية عالية، بمعنى اليوم هي ترتكب الجرائم وتجيد وتحصل على إشادات داخل مجلس العام، ترتكب الجرائم ويستقبل محمد عبد السلام الحوثي عبد السلام داخل مقر الأمم مقر الاتحاد الأوروبي. أين الحكومة الشرعية؟ لدينا أكثر من 100 سفير على مستوى العالم، ماذا يصنعون؟ كم عدد الندوات التي عملوها في أوروبا؟ كم عدد المعارض؟ كم عدد المراكز التي زاروها؟ فشل أخي سياسي. قبل ننتقل اليوم إلى السياسة الحقوقية على مستوى أوروبا، لاحظ اليوم في مجلس حقوق الإنسان، هل هي حد اليوم عقدت ندوة متخصصة من أجل كشر ما يدور فيها من الوفد الحكومي الذي يزور هذه المنطقة؟ هنالك خلل وتيهان غير عادي، يجب أن يعاد ترتيب الأوراق بدقة، ويجب أن يشار الحكومة الشرعية ولو كان بكلام قاسي وقوي بأنها فشلت في إدارة هذه المعركة وفشلت في حتى أن ترتقي إلى مستوى الهم الوطني. أشكرك، كنت معنا على وجودك معنا مدير منظمة سام للحقوق والحريات أستاذ توفيق الحميدي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني، إلى اللقاء.